اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم اجمل ترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس، اللي هذه الفتره تحديدا خصص برنامج واحد من الناس الى الزيارات الميدانيه للمناطق او للدول التي ضربها الزلزال. الان احنا هبطنا في مطار غازي عنتاب التركي، والان الطائرات العراقيه أو الطائرة العراقية هبطت وبرفقة طائرة أخرى. اليوم الحلقة بصراحة مختلفة طبعا، زرنا سوريا والآن في مطار غازي عنتاب، وبالتالي الآن الإجراءات تحديدا واستقبال الوفد العراقي إلى الموجودين في داخل الطائرة، وبالتالي اليوم سيتم إجلاء الأخوة في الدفاع المدني العراقي الذين واكبوا هذه الأحداث وهذه التطورات ووقفوا بالجانب الإنساني وأنقذوا العشرات من ضحايا الزلزال في تركيا. الآن طبعا مثل ما تلاحظ زميلي احنا في المطار، يعني خلي اتحدث عن امكانية الدعم الموجود الآن. مثل ما تلاحظون يعني الدعم من كل الدول العربية والأجنبية للوقوف مع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وضرب سوريا. سوريا زرناها طبعا وتحديدا في اللاذقية، محافظة اللاذقية، كنا يوم أمس برفقة أيضا ممثلين عن وزارة الخارجية العراقية وعن أيضا الهلال الأحمر العراقي والسوري، واليوم إحنا أيضا في موضوعة غازي عنتاب تحديدا في المطار التركي. مثل ما تلاحظ الدفاع المدني الآن، رجال الدفاع المدني الذين واكبوا هذه الأحداث ووقفوا بجانب الإنساني أو بالجانب الإنساني تحديدا، اليوم سيتم إجلائهم والعودة إلى أرض الوطن، وبالتالي مع وجود الآليات والعمل المتواصل الذي سطروه الأبطال بهذه الصورة بهذه اللقطات اللي تلاحظونها الآن. طبعا وزارة الخارجية واحدة من الوزارات المهمة التي وقع على عاتقها التنسيق والعلاقات الخارجية والمبادرات الإنسانية التي نظمت بجهود رجالات الدفاع المدني، سواء أو أيضا سلطة الطيران العسكري أو سلطة الطيران بشكل عام، وأيضا وجود الدعم اللامحدود الذي قدم لتركيا إلى أيضا الأشقاء في سوريا. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها. المساعدات طبعا مستمرة لغاية الآن، وهبوط الطائرات الداعمة والمساندة للمواطنين الأحبة الذين تعرضوا إلى حادثة الزلزال. هذه الصور. طبعا إمكانية الدعم في المطار تحديدا في مطار غازي عنتاب، الدعم غير محدود أبدا، الدعم سواء من الأغذية والدعم اللوجستي والدعم أيضا بشكل أو بآخر، كل الدعم مقدم من الدول سواء القريبة أو البعيدة لمواطنينا في تركيا. بصراحة إذا زميلي علي بهذا الاتجاه، يعني إمكانية أيضا الأخوة في الدفاع المدني وجودهم مع الآليات الموجودة أيضا اليوم سيتم إجلائهم والعودة إلى أرض الوطن طبعا بعد أيام من العمل المتواصل والدؤوب بصراحة، وما سطروه الأخوة في فرق الإنقاذ أو فريق إنقاذ النخبة تحديدا اللي الآن وجودهم بشكل ميداني. هذه الصور وهذه اللقطات من داخل
المطار وتحديدا من مطار غازي عنتاب، وبشكل او باخر الان الامور مستمره لدعم، مستمره بالتنسيق بالجهود التي بذلت من العراق تحديدا، والدعم اللامحدود سواء الدعم الإنساني والدعم اللوجستي والدعم الطبي والمعونات إلى غيره من التفاصيل. سبق وتحدثنا عن إمكانية أيضا أو استقبال هذا المطار أكثر من تقريبا أكثر من رحلة، وبالتالي تعبر أو هناك يعني أمور ممكن الحديث بها، هي قضية الالتفاتة التامة لقضية الدعم الإنساني اللامحدود سواء من الجانب العراقي أو من كافة الدول التي وقفت مع ضحايا الزلزال. هذه الصور طبعا يعني أتحدث عن بصراحة عن خلية عمل متواصلة، أتحدث عن إمكانية يعني لا تقل أهمية عن باقي الإمكانيات التي قدمت على أرض تركيا، وتحديدا الآن حتى نتحدث عن السفارة العراقية والقائم بالأعمال، نتحدث عن إمكانية الأخوة في الدفاع المدني وعملهم المتواصل وآلية العمل كيف تمت، والجميع أو العراقيين يعرفون بشكل أو بآخر عن المقاطع الفيديوية التي قدمها أبطال الدفاع المدني. الآن بهذه الصور هذه اللقطات وهذه الصور من مطار غازي عنتاب التركي. السلام عليكم، حياكم الله، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. السلام عليكم، بارك الله فيكم وجهودكم، شلونكم حبيبي؟ الله يبارك فيكم، الحمد لله على السلامة. يسلمك حبيبي. الحمد لله على السلامة. يسلمك سيد القنصل العام موجود. حياكم الله. السلام عليكم حبيبي، شو اخبارك؟ ان شاء الله زين، شلون امورك؟ الله يديمك، الله يحفظك. والله لا، هو الحديث يعني جماعي، يعني تحدثت عن خلية عمل، يعني الكل ان شاء الله ما قصروا والعمل ما زال متواصل. احنا زرنا قبل 4 أيام تقريبا والتقينا بحضرتك، بشكل او باخر الان إمكانية العمل متواصلة، إمكانية الدعم متواصلة. الآن عندنا إجلاء لفرق الدفاع المدني إلى العراق وعودتهم، وبحط أو بشكل أو بآخر ما أهمية الدفاع المدني بتغيير الأحوال بغازي عنتاب. طبعا احنا نرحب بكم، نرحب بمشاهديكم الكرام في هذه الجاية المباركة إن شاء الله. حقيقة دور الدفاع المدني كان دور كبير جدا، تم تغطيته من قبل الصحف التركية بالشكر والثناء في كل مفاصله. الدور ابتدأ من ثاني يوم إلى ثالث يوم الزلزال وإلى حد الآن. الإخلاء كان عندهم يعني حصلوا بعض تقريبا 16 جثة بالإخلاء، وتقريبا 2 إلى 3 بالأحياء. يعني اشتغلوا بمدينتين، مدينة الإصلاحية في يعني مدينة الإصلاحية في ولاية غازي عنتاب، وبعدين انتقلوا إلى المدينة المحطمة تماما اللي هي مدينة هاتاي في الجنوب التركي. دورهم كان يعني هم طبعا هاي اللي افتهمته من مدير السيد العميد يعني رئيس الجروب أو رئيس المجموعة، هاي أول مشاركة لهم دولية في هذا المجال يعني. لكنه صراحة يعني أجادوا بشكل كبير جدا. إحنا فرحانين بهم بهذه الجهود العراقية المخلصة، وأتمنى أنه هذا الفريق يكون فريق دولي، يعني يشارك العراق في رفع يعني معاناة ومأساة الدول اللي تصير بها. هذه تدري أنت من تصير عندك زلزال 7.8 وهالتحطيم الأعصاب والناس التعبانة والموت والوفيات، من يجوك هذولا يعني أنا أعتبرهم يجون الإخوان يعني فريق البحث والإنقاذ، يعني أنا أعتبرهم أنهم أجت يعني رحمة إلى ذيك المنطقة، لأنهم كانوا يسابقون الليل مع النهار في إجلاء الناس. يعني مثلا إذا كانت وقت استراحتهم مثلا الساعة 6 العصر، إذا حسوا بأنه بالكاميرا أكو أحياء
ما ياخذون الاستراحة، يستمرون لليل، بل نقذوهم يطلعون ينقذون أرواحهم. يعني اشتغلوا بالشيمة العراقية، اشتغلوا بالكرامة العراقية، اشتغلوا بالإباء العراقي، فهم عراقيين يعني. الحمد لله، والعراقيين معروفين بصراحة، سواء يعني على الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، العراقيين أول المبادرين، وهذا يدل على أنه حسن النوايا بصراحة. إحنا الآن ما نتحدث عن فقط أنه قضية سياسية أو قضية إغاثية فقط، لا، نتحدث عن موضوع إنساني. الآن كل الأمور انمحت، الآن عندنا موضوع إنساني، ووجودكم أيضا أنتم، يعني تحدثت قبل قليل وأعيدها مرة ثانية، خلية عمل يعني متواصل. إحنا طبعا وزارة الخارجية متمثلة بالسيد الوزير والسادة الوكلاء ورؤساء الدوائر، وكذلك مجلس الوزراء، السيد رئيس الوزراء، من اليوم الأول كون خلية أزمة وبدت بالعمل. حق يعني الموضوع صار عمل دؤوب 24 ساعة، ماكو نوم، يعني مستمر، يعني حتى في أيام الزلزال اللي هي الأيام اللي قضيناها في الشارع، يعني كان العمل 24 ساعة والفريق مالتي، يعني فريقنا موجود، ولا زالوا يعني الإخوان، يعني فريق القنصلية لا زالوا بعملهم الدؤوب، وبرغم صعوبة طبعا جتي فترة طويلة بحدود 10 أيام ماكو خدمات، يعني مي ماكو، غاز ماكو، والغاز يمكن أعرفه للمشاهدين الكرام، الغاز هو عبارة عن الخدمة اللي تقدم الماء الساخن وتقدم التدفئة وتقدم المخابز للأفران، يعني حتى خبز ماكو لمدة يعني فترة طويلة، بحيث يعني هم النكبة اللي صارت نكبة كبيرة، وطبعا هذا شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. احنا ما يسعنا الا ان نحمد ونشكر الله سبحانه وتعالى في كل ضيق وفي كل مأزق، هو اللي يكشف الكرب والهموم ان شاء الله. احنا طبعا بنفس الوقت احنا نشكر يعني قناتكم الكريمة، ونشكركم انتم دائما متابعين، تابعتونا من بداية الزلزال الى حد الان. يعني فعلا القنوات العراقية ويعني قناتكم الكريمة يعني ادوا ما عليهم وزيادة في الرسالة الإعلامية، واحنا شاكرين لهذا الجهد الكبير. يعني هذا يعني محط اهتمامنا، ونفتخر انه عندنا ابطال يعملون الليل مع النهار لانقاذ احياء الاحياء الموجودين وانقاذ الناس. هذا يعني احنا مدن حصلنا 3-4 ساعات بالليل. الله يساعدك ان شاء الله، بيكون البركه. شكرا جزيلا. الفريق كله يستحق الثناء والتقدير. احنا مشطور الى تنطيني الصلاحيه انه نسولف، يعني بس راح اعطيك الخلاصه مالته. فريقنا مشطور الى 3 اجزاء، هذا الفريق اللي جاي بالمطار، واكو فريق في القنصلية يستقبل جوازات المرور ويمشي الناس، واكو فريق في الحملات الإغاثية اللي هي بالولايات الأخرى، يعني طالع إلى الولايات الأخرى. مثلا أنا البارحة كنا في كرمان مرش، قبلنا كانوا في أضنة، قبلها كانوا في مرسين، قبلها كانوا في شانلي أورفا، قبلها كانوا في أديمان. يعني الفريق القنصلية مشطور 3 أجزاء دي يشتغل. يعني بارك الله بك. شكرا جزيلا عيني، شكرا لكم. أنا جدا ممتن للجميع، يعني ودي أسولف وياكم كلكم والله. ها أسولف وياهم كلهم. لازم نبدأ من هناك، نبدأ من كلكم أبطال والله، محط اهتمامنا. الله يساعدكم. خلية عمل متكاملة الحمد لله، وبارك الله بكم بصراحة. والحديث تحدث به السيد القائم بالأعمال، وبالتالي أهمية الموقف الآن، الرسالة اللي تقدموها للشعب التركي والشعب العراقي بهذه المحنة تحديدا. والله الشعب التركي صار في محنة كلش قوية، وإحنا كخلية واحدة مثل خلية النحل اشتغلنا الحمد لله، من سيد نائب القنصل، سيد القنصل العام، والإخوان الوقية، اشتغلنا من يوم الحادث، من يوم الزلزال إلى هذا اليوم على قدم وساق. بارك الله بك. الله يسلمك. الجانب التركي شنو شعوره؟ المواطنين شنو شعورهم من يشوفون فرق إنقاذ عراقية بكوادر عراقية بآليات حتى عراقية؟ والله يفرحون، جدا يفرحون، بحيث يطلبون الدعم من الجانب العراقي أكثر من الجانب التركي. يجون يتشبثون بهم على مود يقدمون المساعدة وينقذون العالم من الحمد لله والشكر. الحمد لله. احنا نحاول يعني ننطي وجهنا، طبعا هذه اللقطات حتى نصورها، هذه اللقطات اللي تلاحظوها الآن، أجلاء الأخوة، يعني الأخوة في الدفاع المدني العراقي، أجلاءهم من
يعني بعد ما بعد إكمال يعني موضوعهم في البحث والإنقاذ الآن أو يتوجهون إلى العراق وإلى بغداد للعودة إلى منازلهم وعائلاتهم اللي تنتظرهم. طبعا المطار هذا يستقبل الطائرات بشكل مستمر ل يعني ايضا لقضيه انه يعني المساعدات والمعونات اللي تقدم من البلدان، بالاضافه الى انه وجود الاليات اللي موجوده ايضا بهذا المكان تحديدا في المطار ايضا مستمره في العمل ونقل ايضا المعونات وتفاصيلها. هذه الصور وهذه اللقطات من داخل مطار غازي عنتاب التركي، وهذه الإمكانية اللي موجودة الآن اللي تقدم سواء من العراق تحديدا. العراق قدم معونات طبية ومعونات أيضا إغاثية بشكل عام، معونات أيضا في قضية الطبخ وتفاصيله، ترحيب واضح من الجانب التركي والشعب التركي للشعب العراقي وتحديدا الجهود العراقية. وبالتالي أنه لابد من ذكرها، مثل ما تحدثت قبل قليل عن تواصل مستمر لفرق الإنقاذ، تواصل مستمر لمواكبة الأحداث، تواصل مستمر من الدعم. الطيران العراقي أيضا مستمر بدعمه بنقل المواد الغذائية والمواد الإغاثية تحديدا، وهذا يدل على أنه صدق النوايا بشكل أو بآخر. طبعا السيد العميد وراجع الكوماني، السلام عليكم سيادة العميد، حياكم الله، بارك الله بكم وإن شاء الله ما قصرتوا. الله يخليك. المقاطع اللي شفناها أبطال من نعمكم. الله يخليك. أول شيء نتعرف بقناتكم بجنابك حضرتك، قناة زاغروس الفضائية وبرنامجنا واحد من الناس اللي يرافقكم على مدى هاي الحياة. أهلا وسهلا بك بحضرتك وقناتكم وكادر القناة كل الهلا بكم. الله يسلمك. الحديث عن جانب الإغاثي واللي قدم العراق، ما هي الرسالة؟ العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. أوضح موضوع الموقف. الفريق اللي موجود حاليا، فريق البحث والإنقاذ العراقي، كان الجانب اللي عمل به جانب الميداني في مجال عمليات البحث التقني والإنقاذ الضحايا، سواء كانوا الأحياء أو الذين نجوا من الزلزال أو الذين لقوا حتفهم. فريق البحث من تاريخ 8/2 باشر مهام عمله في أكثر من ولاية بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ آفاد والتنسيق مع الفرق الدولية المتواجدة ضمن المناطق المنكوبة أو المتضررة من جراء الزلزال. قام بعمليات الكثير من عمليات البحث عن الأشخاص الذين نجوا أو الأحياء أو الذين لاقوا حتفهم. قاموا بانتشال أكثر من 16 شخص، أو بالتحديد 16 شخص لاقى حتفة تحت الأنقاض بوقت قياسي، وأنقاذ أشخاص محاصرين من أحد البنايات المنهارة جزئيا. بعد طبعا هذا إلى موقف خاص، بعد هزة ارتدادية تحاصروا هذول داخل البناية، فدخل الفريق وبوقت قياسي. ما قام به الفريق، طبعا كانت إشادة دولية من الفريق الخاص، الفريق البحث والإنقاذ الدولي أنسراك واليوزر وباقي الفرق، وما تناولته الصحف التركية من عمل فريق البحث العراقي عن باقي الفرق، اللي هو العمل بجد وبإخلاص وممكن بنص العبارة من كل قلبه، مضمون الكلام اللي تناولته الصحف التركية وإشادة الشارع أو الجمهور التركي بعمل الفرق. فريق البحث والإنقاذ العراقي خبراء في مجال الإنقاذ أكثر من 7 أشهر في طبعا هذا الجانب الميداني، يعني اختلافه او ما يميز عن باقي الفرق اللي شاركت، اللي ما يميز عن الفرق اللي شاركت الدوليه. الفريق العراقي ساهم او شارك او عمل لمده 7 أشهر متواصله ليل بنهار في انقاذ ما يمكن انقاذه في معارك تحرير الموصل. الان انا اريد يعني حكيت ويا الاخوه بالسفاره، يقولون هذه اول رحله خارج البلاد، يعني هذه اول
يعني أول درس خارج البلاد، بالتالي أول مشاركة لفريق متخصص في مجال البحث التقني والإنقاذ هو الفريق البحث والإنقاذ العراقي من مديرية الدفاع المدني أحد تشكيلات وزارة الداخلية. إلى أثر 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 إشادة الإخوان هنا الموجودين الممثلين القنصلية والقنوات الرسمية ما قام به الفريق العراقي، الفريق الوحيد اللي يعمل على مدار 24 ساعة. بارك الله فيك. على مدار 24 ساعة. العميل. لا مو تعبت. شلون وضع؟ على المناسبة يعني أنا مقدم أحمد أحد الليالي للصباح الباكر. بارك الله فيك. يعني معهم لان ما الاخوان خبراء وعندهم امكانيه، بس مو من السهوله ان تترك فريق اذا مو ما تعمل معاه جنب الى جنب. ما وجدناه من شيء جميل ويسر القلب هو تكاتف وتعاون كل الفرق الدوليه لمساعده الاخوان في تركيا لانقاذ الضحايا، تعاون على اعلى مستويات وتنسيق على اعلى مستويات مجال البحث التقني او الانقاذ. طيب سيادة العميد، الآليات شنو اللي يعني تم العمل بها، او شنو الآليات العمل الحديثة اللي موجودة عندنا من العراق جت وياكم، او عندنا آليات موجودة بيتر؟ في الحقيقة الفريق اجى بكادر متكامل، ست فرق بأجهزة ومعدات خاصة بالبحث التقني، وبعد ما تشخص المكان او تحدد المكان الضحايا نقوم بعمليات الانقاذ. ام فرق متخصصه مدربه على اعلى مستوى، معدات واجهزه خاصه. بارك الله بك. الله يخليك. الله يشكرك. نستغل وجودك اليوم، يعني العراقيين منتظركم ترى. اشكرك اشكرك. نشكر القنوات اللي واكبت وغطت ما يقوم به الفريق البحث العراقي. نشكر الاخوان بالقنصليه متمثله بالسيد القنصل الاستاذ مشعل، الاخوان استاذ ياب، الملحق العسكري بالسفارة العراقية في دولة تركيا، وكل من الإخوان اللي العراقيين المتواجدين اللي دفعتهم ويرتهم واندفاعهم اللي يعاونون إخوانهم العراقيين في تقديم المساعدة للضحايا من جراء الزلزال. شنو شعورهم العراقيين المقيمين بتركيا، تحديدا انه قضيه الجانب الانساني الان نتعامل بجانب انساني؟ نعم، اللي لمسنا العراقيين فرحانين باخوانهم وابطال فريق البحث والانقاذ وما يقومون به من اعمال انسانيه، فاشوف الفرحه مال القلوب والوجوه. الحمد لله. بارك الله فيكم سياده العميد، ويعطيكم الصحه والعافيه. واحنا راح نرافقكم بالطائره وهم نقعد نسولف شويه عن المنجز الاخوه اللي موجودين. الكريم، ما تعرفنا على جنابك. انا احمد ركابي، مقدم برامج زاغرس فضائيه. تحياتي. حياك الله استاذ احمد. يا حبيبي، احنا بصراحه الكل تشيد بيكم بعملكم وتفانيكم، وهذه هذا واجب انساني ورساله. طبعا فعلا. الان ابطالنا شنو وضعهم؟ شنو شعور؟ والله كلهم اعتزاز وفخر باللي شافوه هنا، من المشاعر اللي بينها الاتراك تجاههم العراقيين اللي كانوا فخورون بهم جدا. يعني بارك الله بكم. بارك الله. قصرون ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك حبيبي استاذ احمد. يا طيب، هذه الصور وهذه اللقطات طبعا مثل ما تلاحظ زميلي علي، بهذه الصور يتم اجلاء رجال الدفاع المدني العراقي من مطار غازي عنتاب الان بهذه الصور وهذه اللقطات. طبعا تحدث العميد عن امكانيه الفريق، ومثل ما تحدث قال انه احنا ست فرق والعمل كان متواصل ليل مع النهار لانقاذ الاحياء واخراج الضحايا من الدمار الذي تعرضت له مناطق عدة في تركيا. الطائرة العراقية طبعا ما ننسى الأخوة في أيضا قيادة القوة الجوية ووزارة الدفاع على الاهتمام الكبير وعن الدعم اللامحدود بهذا الجانب تحديدا. أما إمكانيات العراقيين تحديدا في العراق وما قدموه من معونات ومساعدات سواء لتركيا أو لسوريا، لغاية الآن استقبال أعداد كبيرة من المعونات والمساعدات، وبالتالي هذه رسالة مهمة جدا، رسالة محبة، رسالة إنسانية، رسالة كبيرة جدا. نتمنى
أنه كل بلدان العالم أنه تكون سالمة وأمينة، ونتمنى الصحة والعافية لكل من جرح بهذا الزلزال في كل العالم، والرحمة والخلود لأرواح الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال. طبعا الحديث بموضوعة السفارة تحديدا والقنصلية العراقية في تركيا، مثل ما تحدثت بالأول هناك خلية عمل متواصلة، خلية عمل مستمرة لتفاصيل أيضا مهمة جدا، ألا وهي طرق الإغاثة، وصول الإمدادات والمساعدات، طرق التواجد، طرق التوزيع، ممكن أيضا عدة آليات تقوم بها القنصلية. والجانب التركي مرحب بالتواجد الميداني سواء للقنصلية وللدفاع المدني ولكل لمن قدم وجوده في هذا المكان وفي تركيا بعد تعرضها إلى الزلزال. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها الآن من مطار غازي عنتاب التركي، وأيضا برفقة الأخوة في الجانب الجانب العراقي في الدبلوماسية العراقية. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها طبعا الصور الآن. هذا عدد المساعدات والمعونات التي قدمت إلى الشعب التركي، وهي ما زالت مستمرة لغاية الآن بالدعم للمواطنين والأخوة الأتراك. من الجانب الإنساني فقط نتحدث الآن، يعني لا وجود بصراحة، لا وجود لأي شيء يتعلق بموضوعة السياسة. الآن يتحدث الكثير من المواطنين، يتحدثون عن إمكانية الدعم اللامحدود، يتحدثون عن مصير العائلات التي هجرت أو التي بسبب الدمار هجرت من المنازل. نتحدث عن الدعم اللامحدود من الوزارات العراقية، نتحدث عن إمكانية وزارة الخارجية تحديدا وإمكانية الدعم، سواء الدعم الدعم اللوجستي والدعم اللامحدود الذي يقدم بعمل خلية عمل متواصلة. خلينا نشوف الأخوة منتسبين بالدفاع المدني الآن بهذه الصور، بهذه اللقطات يتم إجلائهم. طبعا الجدير بالذكر أيضا أنه وجود فريق البحث والإنقاذ تحديدا في كارثة تركيا أو كارثة الزلزال لا يقل أهمية عن الدعم الإغاثي اللي يقدم، لا يقل أهمية عن الدعم اللوجستي الذي يقدم من بعض الوزارات، لا يقل دعم عن أو لا يقل شأن عن الدعم المتواصل من البلدان الأخرى التي تدعم الشعب التركي بمحنته. الآن بشكل أو بآخر طبعا خلينا نشوف الأخوة قريبين، نكون قريبين منهم الآن.
ركوبهم في على متن الطائرة أو تحضيرا للعودة إلى منازلهم. هذه الصور طبعا لأيام وهم في عمل متواصل، في عمل دؤوب، في آلية عمل وآليات عراقية، يعني بآليات عملهم الموجودة بشكل أو بآخر. هذه إمكانية الأخوة في الدفاع المدني. الفريق لأول مرة يقوم بمهمة خارج البلاد، خارج العراق تحديدا، وخارج يعني أو تحديدا في قضية الزلزال. هذه الصور وهذه اللقطات، حمل المعدات وآليات العمل الموجودة. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها الآن يتم يعني نقل المعدات وآليات الفريق إلى متن الطائرة بهذا الشكل الآن. السلام عليكم، قواكم الله، شلونكم حبيب؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم، شلونكم حبيب؟ قواكم الله، عساكم ما تعبانين ان شاء الله، وبارك الله فيكم وجهودكم والناس تسولف فيكم. امر القوة. السيد العميد رجل صرح. لا حبيب راحتك. عسكر اعرف. هذه طبعا الصور طبعا يعني بحسب الآليات المتبعة من الوزارات، لكن احنا بصراحة نفرح ونفتخر بهذا العمل. ردنا نتحدث عن القصص اللي يعني كانوا يعني بشكل عيان او كانوا شاهد عيان عن القصص اللي موجودة، يعني طرق الإنقاذ كيف كانت. يعني هذا الحديث لازم يسولفوا به هم منتسبين، لانه بصراحة هذا منجز ولازم يتم الحديث به بالجانب الإنساني. احنا ما نتحدث عن سياسة ونتحدث عن آلية عمل عسكري، لكن نتحدث الآن عن الدعم وأبطالنا في الدفاع المدني وما حققوا في هذه في هذا العمل تحديدا. هذه الصور طبعا الآن بهذه اللقطات، طبعا قصص كثيرة وصلتنا والبعض منها شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي للأبطال اللي موجودين لفريق الإنقاذ. حياكم الله. شلونك؟ السلام عليكم. بارك الله يحفظك. يبارك الله. الحمد لله وشكرا. ما تعبوني؟ لا لا الحمد لله وشكرا. الله بكم تعب جهوده. الله يسلمك. يبارك. انا سولفت عن القصص اللي موجودة، شنو اللي صار يمكم؟ انتم شاهد عيان اصبحتوا نفس الوقت بنص الحدث يعني. نعم نعم. اخبار اجانا قبل 3 ايام، كنا في ولايه هاتاي ضمن منطقه انطاكيا، وردنا اخبار عن طريق المنظمه الحمايه اللي موجوده بتركيا المسؤوله عن اداره الازمات افات، بوجود احد النساء عمرها بالستين سنه تقريبا، موجوده حيه تحت الانقاض. توجه الفريق مالتنا، كان العمل على مدار 24 ساعه. ميز الفريق العراقي عن باقي الفرق انه عمل على 24 ساعه متواصله بدون ان يترك الموقع. اشتركت ويانا فرق مثل فريق الماني او الفريق الروسي، وحتى الجيش التركي عند الاجهزه حددوا لنا مكان النقطه اللي نشتغل بها. بعد ذلك جت الفريق الالماني، اشتغلنا وياهم، كان شغلهم كله على جهات معينه. تميزوا ابطال الفريق بان احد الاشخاص او اثنين ثلاثه تكمنا البنايه فيما يجد انه لا سمح الله اذا يصير اي ارتداد او انهيار، البنايه متكمه لغرض الهروب او الخروج من الموقع. كان البطل احمد زباله دخل مفردة جوا، شيك البناية وطالع معلومات ودق أكثر من الجهاز على موقع الشخص أو المرأة الموجودة. كان بإمكاننا إحنا الحمد لله والشكر نقول أدينا اللي علينا، بس كان أمنيتنا أنه تطلع عايشة. سبب البرد وحصة المكان تضح أن المرأة متوفية قبل يوم أو يومين، لكن حرارة الجسم قاعد تبعث الإشعاعات. أثناء العمل صارت عندنا هزة أرضية، صارت هزة أرضية
كان انسحاب الفرق، انسحبنا بمنطقة آمنة الحمد لله والشكر، أدينا اللي علينا، رجعنا بعد ذلك كملنا البحث إلى أن انتشلنا جثة بالعمارة متكونة من 7 طوابق. الله يحفظك يا بابا. البطل أحمد حياك الله حبيبي أحمد، شلونك يا طيب؟ شو أخبارك؟ بارك الله بكم وجهودكم. الحادثة بعد أنت اللي يعني ضحيت، يعني خلينا نقول متعلمين إحنا. بارك الله بك. الله يسلمك. اللي صار؟ دخلت وسطتي طبيت، يعني هي حالة إنسانية بعد. أنا بالحالة الإنسانية طب يعني ضباطي يعرفون، يعني ما أعرف أطب أدور وهاي طبيت، بس ما لحقت عليها حرامات. لقيتها متوفية قبل يومين أو يوم. شلون صارت الهزة الارتدادية وأنت موجود؟ جو والله أنا. إيه ركضوا الوياي كانوا الباقين، أنا بقيت أتمشى يعني ما ركضت. الحمد لله. باقين أبطال. الله يسلمك. المدني. الحمد لله. إحنا بصراحة مشهودتك. إيه الحمد لله. لكم الصحة والعافية، وهذه دعوة أيضا للسيد وزير الداخلية لالتفاته لهذا الفريق، لأنه نتمنى وهو طبعا راح يكون باستقبالكم والالتفاته راح تكون موجودة إن شاء الله أثناء وصولكم إلى العراق. أتمنى. سلمك أشكرك حبيبي رحمة الله عليك. منو بعد من الأبطال عندهم قصص؟ ها؟ موجودين أي حياك الله حبيبي، شلون أقول؟ قواك الله، شلون صحة؟ الله يسلمك. قواكم الله. فدوى لعينك الله يحفظك. قصة أخوي. الحمد لله، يعني كانت تجربتنا مع الجانب التركي تجربة أولا إنسانية، مثلنا العراق بصورة مشرفة، مثلنا كدولة وزارة الداخلية المحترمة، توجيهات معالي سيدي وزير الداخلية المحترم على أتم وجه، من توجيهات سيد الآمر آمر القوى عميد ياسف والسيد مدير فريق البحث والإنقاذ مقدم نجاح، تم إتمام الواجب الحمد لله والشكر على أتم صورة. تم إخراج عدد من الجثث وإخراج أشخاص محصورين. قاومنا بعض يعني المقاومات شوية يعني بالأثناء البرد الحمد لله والشكر. ما يمكن حار وما كان اكو وموضوعة الأكل هم ماكو خبز. الحمد لله والشكر إحنا عراقيين وين منروح نعيش. الحمد لله والشكر الحمد لله، يعني فضل واجب وما عدنا أي خسار، بس شوية يعني حكم المناطق اللي عملنا بيها أثناء العمل يعني كانت أكو هزات ارتدادية والبنبغاني اللي مجاورة تكون آلة للسقوط حكم الأسس متخلخلة خلال الزلزال اللي تعرضت له بلد تركيا. فالحمد لله كملنا واجبنا وعلى تم الأصول الحمد لله والشكر. بارك الله بك. الله يحفظك. جهودك. الله يخليك. أشكرك. حياكم الله. لا نجيكم إحنا. حياك الله سيادة العميد مرة ثانية، حياكم الله جميعا. بارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لسيادة القنصل والكادر القنصلية العراقية بغازي عنتاب وقنواتكم. حقيقة باسم الفريق البحث والإنقاذ العراقي نشكر سيادة القنصل والإخوان الكادر أستاذ مشعل الإخوان أستاذ ذياب، كل من تابع عمل أو قدم فتشي أو معونة في مجال التنسيق أو تقديم المساعدة لضحايا الإنقاذ، جزيل الشكر والامتنان ما قدمتوه، وما أنسى القنوات الفضائية اللي واكبت وغطت أحداث، وحقيقة كان السبب بنقل الصورة الحقيقية اللي ما يقوم به فريق البحث والإنقاذ العراقي، فجزيل الشكر. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم شبابنا. أستاذ مشعل ذهب والله ممنون لك. هذه ممنونكم. هاي كلمة الشكر حقيقة قليلة للأمانة. يعني أنا البارحة واليوم ونقلتها وأنقلها وأحكيها. فرقتي والله عندنا. إن شاء الله. جهودكم الكبيرة. إحنا نشكركم. مو أنتوا أصحاب الفضل في جية. أنتوا أصحاب اللي أنقذتوا هاي العوائل اللي طلعت اللي انتشرتوا الجثث. إحنا يعني كل ما نقدمه هو ما يصل إلى درجتكم. الله يوفقكم. شكرا جزيلا. ممتنين لكم ولجميع الفضائيات العراقية اللي شاركت بهاي يعني هاي حملات الإغاثة. حقيقة ما قصروا، والكل كان جهد عراقي يعني مميز وجهد عراقي خالص، يعني صناعة عراقية خالصة، هذا هو التعبير الصحيح. يعني لا أمتلك من ناصية القول إلا أن أقول صناعة عراقية خالصة. الحمد لله والشكر. شكرا جزيلا. نفتخر والله بكم جميعا. انا قلتها وهاي المره الرابعه اقولها، خليت عمل. يعني يمكن الجهود الان اللي قبل الصوره سولفتوا بها قلتوا كل موجود، يعني الخارجيه موجوده، القوه الجويه موجوده، الدفاع المدني، الحكومه والشعب كلها موجودين. الحكومه والشعب، لانه تدري الحكومه جزء من الشعب، الحكومه والشعب كلهم موجودين في مطار غازي عنتاب. الحمد لله والشكر، يعني طلع في بيضة وجوهنا وأدوا ما عليهم، مع العلم هي هاي المرة الأولى المشاركة الدولية لهم.
بس بيضة وجهنا بشكل كبير جدا، واحنا نتمنى من الجهات الراعية اللي العمل لهم، وزارة الداخلية، مجلس الوزراء، نتمنى دعمهم بشكل كبير لأجل أن يدخلون في المجال الانترناشنال سيرفيز، يعني يدخلون في الخدمات الدولية إن شاء الله، يمثلون العراق ويرفعون اسم العراق في كل مكان. وهاي يعني حقيقة الشعب العراقي كله أعتقد ما راح أحد يعترض على أنه يرسلون إلى الانترناشنال إلى الدولي، يعني لأنه هذا رايحين باسم العراق حكومة وشعبا إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يوفقك. شكرا، تحياتي وسلام عليكم جميعا جميعا، تحياتنا وسلامنا للأخوة الأبطال من طبعا اليوم اللي موجودين. إحنا قبل أن نسافر انتبه لي يا ولد، أنا حكيت حكايتين وياكم ذكرتوها انتم كل الزين، قلت لكم لا تروح تمثل مديرية الدفاع المدني وما تمثل شخص وزارة داخلية، انت تمثل 40 مليون وراك، 40 مليون. قلت لك اكو ناس، اكو مره كبيره بالسن ما تعرفك انت منو، ابن منو، صار منو، تدعي لك بالغيب الله يحفظه يروح سالم ويرجع غانم. ما قصرتوا، كفيتوا ووفيتوا، رفعت راس ورفعت راس باسم العراق. انتم كلكم ابطال، الحمد لله والشكر، عاهدتوني ووفيتوا بعهدكم، وبارك الله بيكم كلكم، وكلكم ابطال، كلكم ابطال، والنعم من يمكم. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. هذه الصور يعني بصراحه صور معبره ورسائل مهمه لابطالنا. انا ما يعني بصراحه الكلمات خجوله امام هؤلاء الأبطال بهذه الرسائل، بهذه الإنسانية، بهذا يعني خلي أسميها يعني هذه المصيبة اللي حلت على تركيا ظافرة الجهود، أعطت للعراق وضعه، أعطت لشعب العراقي المحبة والالتفاتة، طريقة التعامل، طريقة الإنسانية اللي يحملوها، التضحيات اللي يقدموها أبدا مو سهلة. بالتالي احنا يمكن في أي بلد بالعالم ما يقدر انه يضحي بالنفس، لكن العراقيين رغم المأساة، رغم الألم، رغم المصائب، تشوفهم بكل المحن هم موجودين، يقفون جنبا إلى جنب مع أخوتهم، أخوتهم بالإنسانية، أخوتهم بالمواطنة، أخوتهم يعني بشكل أو بآخر، أخوتهم بما تحمله الكلمة من معنى. هذه اللقطات، هذه الصور قبل إقلاع الطائرة العراقية وقيادة القوى الجوية التابعة إلى وزارة الدفاع. الآن بهذه الصور، هي الصورة الأخيرة، هذه الصور، هذه اللقطات. طبعا الآن سيتم يعني بهذه الصور طبعا هذا المسير أثناء التحرك للصعود في على متن الطائرة، طائرة القوة الجوية العراقية التي أيضا رافقناها وتحدثنا عن إمكانية الدعم، وتحدثنا أيضا عن وزارة الدفاع والدعم، وتحدثنا أيضا عن وزارة الخارجية العراقية والدعم، وتحدثنا الآن بهذه الصور طبعا زميلي علي بهذه اللقطات، هذه الصور.
واحد من الناس رافق آلية العمل مع وزارة الخارجية العراقية، مع القوة الجوية أيضا، فريق إشهاب أيضا تحدثنا معه سابقا بما يتعلق أيضا بموضوعة الطيران العسكري وتفاصيل القوة الجوية تحديدا. إمكانيات القوة الجوية بحسب كلام الفريق تحدث قائلا بأنه الاستمرار موجود حسب التوجيهات الصادرة من وزارة الدفاع. هذه الصور وهذه اللقطات. كل التحايا وكل التقدير لكل الجهود المبذولة. هذه طبعا هذا فريق نخبة إنقاذ الرصافة جهاز 40 حسب ما مكتوب على ملابس الأخوة، فريق البحث والإنقاذ، فريق البحث والإنقاذ النخبة. طبعا مثل ما تحدث السيد العميد قبل قليل بأنه ست فرق من الإنقاذ موجودين وتم العمل بأتم وجه. نتمنى أيضا على الجهات المعنية تحديدا وزارة الداخلية الالتفات والاهتمام لهؤلاء الأبطال. وجودهم إنساني قبل أن يكون فريق إغاثي أو يعني فريق فقط مجرد للإنقاذ، لا، الوجود الإنساني أكبر وأسمى وأكبر من كل شيء بصراحة. الإنسانية الآن بجهود الأبطال، بوضعهم، بهذه الصور، بهذه اللقطات، بهذا الاهتمام، كل الحب والتقدير لهم. وأيضا نشكر عوائلهم أو عائلاتهم اللي تنتظرهم، وجودهم في هذا المكان ترك العائلة، ترك الأطفال، ترك الأولاد، والتحق للبحث عن ضحايا الزلزال في تركيا. هذه بحد ذاتها رسالة مهمة، بحد ذاتها طابع مهم، بحد ذاتها جهود هي مشكورة. الجهود في هذا المكان تحديدا في مطار غازي عنتاب بشكل أو بآخر الاهتمام موجود. القنصلية العراقية في تركيا، الجهود المبذولة أيضا منهم من التنسيق، من العمل المستمر، وبالتالي هذا يحسب للعراق، ليس فقط يحسب إلى فريق إنقاذ، يحسب للعراق بشكل أو بآخر. ونتمنى أن الالتفات لهم من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية، الالتفات لهم ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى يستمر عطائهم، حتى يستمر عملهم الإنساني والدؤوب. بهذه الصور بصراحة قليل الكلام بحقهم. العودة إلى أرض الوطن باشتياق. تحدثنا عن وجود أيضا الجانب العراقي وانتظارهم على أحر من الجبر. طبعا الحكومة العراقية بشكل أو بآخر ستكون بانتظارهم وانتظار قدومهم إلى بغداد ووجودهم في بغداد بأن هل هم مناسب. تقبلوا ودي واحترامي أنا محدثكم أحمد الركابي والزملاء اللي رافقوني يوم بهذه الحلقة، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى حسن. نشوفكم باكر بخير وسلامة. وواحد من الناس يوميا على زاغروس تيفي الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة 4 العصر، والساعة 12 بعد
منتصف الليل إلى الإقامة.